معايا على الهاتف واحد من الشخصيات الاداريه المحترمه جدا، الاسم اللي دايما الجميع يعني بيثق فيه بشكل كبير جدا، الاستاذ وليد العطار المتحدث باسم اتحاد الكره المصري. يا فندم صباح الخير، مشرف ومنور. اهلا بيك، ازيك يا استاذ كريم؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله بخير؟ الحمد لله. المهمه الثقيله، انت واخد على المهمات الثقيله في اتحاد الكره دايما. على طول يا فندم. الحمد لله بفضل الله، هو ربنا بس اللي بيعين ان شاء الله. طيب عايز ابدا معاك طبعا بمنتخب مصر وتصفيات كاس العالم، هو الهدف لينا جميعا باذن الله مواجهه المنتخب السنغالي. اسال حضرتك على التحضيرات ليها، طلبات كارلوس كيروش لهذه المواجهه. والله هو كان من قبل مستر كيروش ما كان يسافر كان قاعد مع استاذ جمال علام والكابتن حازم امام، وانا قعدت معهم عشان نشوف اللوجيستكس او الاداريات بتاعت الفريق، وكان في عنده اكتر من سيناريو بالنسبه للفتره اللي جايه. وفي النهايه هو هي بطوله الانديه الافريقيه اللي هتتلعب في مارس في الفتره ما بين 12 و13 و19 و20 مارس. حكمت الامور ان هو التجمع بتاع المنتخب يبقى في فتره التوقف الدولي اللي تبتدي 21 مارس ان شاء الله. فكان مستر كيروش كان طلب ان هو بطوله الدوري كانت هتنتهي اخر اسبوع الاسبوع ال 12 يوم 9 مارس، فطلب ان احنا نلعب الاسبوع ال 13 هايل بعد 9 مارس. ووجهنا الطلب بتاعه لرابطه الانديه المحترفه، وطبعا مشكورين حط الحاج عامر حسين على طول الاسبوع ال 13 في الفتره اللي هي بعد يوم 10 مارس عشان اللعيبه برضو ما يبقاش في راحه سلبيه لفتره طويله. ملاعب التدريب اللي طلبها الجهاز الفني اتفقنا عليها، كل الاداريات اللي هم طالبينها احنا الحمد لله وفرناها. عظيم. وان شاء الله يعني دعواتكم التوفيق من عند ربنا باذن الله ونحقق الحلم. المباراه اكيد يا فندم خلاص على استاد القاهره؟ على استاد القاهره يوم 25 ان شاء الله. استاد القاهره يوم 25، هل تم الحصول على موافقات امنيه او الموافقات من الجهات المختصه فيما يخص حضور عدد معين من الجماهير؟ هو لحد دلوقتي لسه الموافقات ما جاتلناش، بس ان شاء الله يعني كل الجهات في الدوله بتسعى ان تخرج المباراه بشكل مميز ويبقى في مسانده جماهيريه لفريقنا الوطني. عظيم. وان شاء الله بس مجرد ما توصل لنا الموافقات والاعداد بتاعت الجمهور هنعلن عنها وهنبدا في تنظيم طريقه الدخول وكده، وغالبا هتبقى مع شركه تذكرتي. بس هل مطروح في اي اتجاه؟ انا كنت سالت اللي هو حلم مشهور كان ضيفي الاسبوع الماضي عن على فكره تجديد تعاقد كارلوس كيروش بغض النظر عن مباراتي تصفيات كاس العالم، قال لي ان ده هيبقى مطروح في اجتماع الثلاثاء الماضي، هل طرح هذا الامر؟ لا ما طرحش، لان لسه العقد مستر كيروش ممتد حتى نهايه السنه. عندنا مهمه جدا كمان 3 اسابيع ل4 اسابيع، فطبعا ده مش وقت ان حد يناقش عقود او يناقش فترة بعدها، يعني خلينا كلنا مركزين. عظيم. في المباراة القادمة إن شاء الله. عظيم. والمباراتين القادمتين، وإن شاء الله ربنا يكلل مجهود الجميع بالنجاح ونصعد لكأس العالم بإذن الله. قبل نتائج الاجتماع الأخير كان كلام عن تغيير في أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر، لما الاجتماع خلص وما كانش فيه تغيير في أعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر بدأت الناس تنشر إنه التغيير هيحصل بعد مباراتي السنغال، هل هذا الكلام طلب من كارلوس كيروش أصلاً؟ هل ده كان مطروح في اجتماع اتحاد الكورة من الأصل؟ هو الكلام ده، هو الأستاذ كريم، هو الكلام ده طلع من مين؟ هو كله من على السوشيال ميديا. صحيح. فاحنا لو مشينا على ورا السوشيال ميديا ما يعني ده كلام يعني او يعني حاجه مش مظبوطه. فتح موضوع زي ده في التوقيتات دي انا اعتقد ان هو مش في صالح المنتخب الوطني. فانا يعني من خلالك بطلب بس ان احنا نقفل هذا الموضوع تماما. عظيم. لان ده مش موجود ومش مطروح وما اتطرحش من اي حد. لا من مجلس اداره اتحاد الكوره ولا من الجهاز الفني.
عظيم. فجهاز فني الحمد لله نجح ووصل لنهائي مباراه نهائيه في كاس الامم الافريقيه. الحديث عن ان احنا يبقى في تغيير او يبقى في تعديل او ده كلام مش مظبوط يعني. طيب كان من القرارات المفاجاه بعض الشيء للجماهير المصريه هو رحيل جهاز الكابتن شوقي غريب من تدريب المنتخب الاولمبي، كان مفاجئ بعض الشيء. ليه القرار ده اتاخد؟ كان ايه اسبابه؟ كان مرتب ليه من قبل كده؟ ايه التفاصيل يا فندم؟ هو القرار خرج باسبابه، هما سببين رئيسيين. هو السبب الاولاني ان مفيش اي ارتباطات رسميه في خلال السنه القادمه، وبناء عليه يعني يبقى في ترشيد في النفقات بتوجيه الشكر للجهاز. ده لا يقلل ابدا من كابتن شوقي غريب ولا جهازه، وانا شهدت فيهم مجروح يعني كلهم اصدقائي، فيعني جهاز محترم جدا. كابتن شوقي وصل لكسب بطوله افريقيا في 2019، قبلها كان كاس العالم، يعني شهاده فيهم دلوقتي مجروحه. لكن هي الفكره فقط ان ما كانش في اي ارتباطات في الفتره القريبه، فبالتالي اوجه ليهم الشكر يعني. هل ده معناه انه الفتره اللي جايه او الفتره القريبه اللي جايه دي مفيش اسم جديد مدير فني جديد للمنتخب الاولمبي؟ لا، في الفتره القريبه ابدا مفيش. اه طيب، هل ده برضو معناه انه ممكن لما تقرروا تعينوا جهاز فني جديد للمنتخب الاولمبي ممكن يكون الكابتن شوقي غريب من الاسماء؟ هو ما يعني المجلس الاداره ما متكلمش في مين اللي هيبقى موجود او ايه البدايل او هل هيعاد تشكيل، يعني ما حصلش كلام في ده. هو كلام كان في ان ما فيش اي ارتباطات رسميه، فبالتالي ما فيش داعي لوجود جهاز للمنتخب ده دلوقتي. اتقال برضه انه او يعني الكلام اللي كان مطروح في بعض وسائل الاعلام انه ممكن يبقى في رئيس لجنه حكام اجنبي الفتره اللي جايه. كابتن عصام عبد الفتاح الجلسه اللي فاتت قدم خطه تطوير، والجلسه اللي جايه ان شاء الله هيناقش خطه التطوير دي على ترابيزه مجلس الاداره مع كل الاعضاء. فاعتقد ده يعني رد مين اللي موجود ومين اللي مكمل. عظيم جدا. استاذ وليد عطار المتحدث الرسمي باسم اتحاد الكره، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.